السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: واحد ما صلاش المغرب ودخل في صلاة العشاء والناس بتصلي العشاء، يعمل ايه؟ ده بنسميه صلاة المفترض بالمفترض. لو هنا خالفه في الفريضة، كأنه مثلا يصلي أحدهما الظهر والتاني العصر، وسواء كان كلتا الفريضتين متساويتين في ركعات زي الظهر أو العصر، أو إحداهما تختلف عن الثانية كالمغرب والعشاء، وسواء ذلك كانت إحداهما تصلي أداء والأخرى قضاء. أما يعني ده يجوز، ما اشتهر على سنة البعض أنه لابد من موافقة نية الإمام والمأموم، فقول لا يقوي أي دليل، وبالتالي فهو قول باطل، وذلك لعموم الأدلة في صلاة الجماعة، وهذا ليس من باب الاختلاف على الإمام. وأما الاختلاف المقصود فقد أوضح الحديث مقصوده، وهو عدم المتابعة، ولذلك قال: فإذا كبروا فكبروا، إذا كبر فكبروا، فلا يخالف إمامه بل يتابعه. طب إذا كانت صلاة المأموم أقل في عدد الركعات من صلاة الإمام، كان يصلي المغرب والإمام بيصلي العشاء، يعمل إيه؟ دي الحال اللي احنا بنتكلم عليه. فعلى المأموم أن ينفرد عن إمامه بعد الثالثة ولا يتابعه، بل يجلس ويتشاهد، ومخير بين أن يسلم أو ينتظر إمامه فيسلم معه. يعني إيه؟ أنا النهاردة اللي بيصلي المغرب، اللي داخل يصلي العشاء، داخل يصلي العشاء وهو ما صلاش المغرب، يجوز له أن يجلس في الركعة الثالثة ولا يتابع الإمام، هو مخير إما أن يسلم لقد أتم صلاة المغرب، أو ينتظر إمام ما ينزل ويسلم معه وبعد ذلك يصلي العشاء. جميل جميل. ولكني أقول الأولى أن يصلي مع الإمام العشاء، وبعد انتهاء الصلاة يقيم الصلاة ويصلي المغرب، وليس في حق أن يعيد صلاة العشاء مرة أخرى كما بعض أهل العلم، بعض الناس قالت لك إيه يعني لجواز الترتيب، لا مفيش دليل على الكلام دوت. لكن هو يصلي العشاء مع الإمام، وبعد ما يصلي العشاء يقيم الصلاة ويصلي المغرب. لكن إحنا بنقول كل ما قيل في المسألة دي، لأن كتير من الناس بيتعرضوا لها، سواء الكلام ده في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء على التفصيل، زي ما قلنا برضه كلامنا ممكن في الظهر والعصر ما صلاش الظهر داخل المسجد، لو بيصلي عصر يصلي معاهم العصر، بعد ما يصلي العصر يصلي الظهر. ومنهم من قال زي ما احنا قلنا يصلي معاهم الظهر بنية الظهر وبيصلي معاهم العصر ويسلم معاهم. لكن اقول لك الاولى ان يصلي مع الامام ويتبع نيه الامام، وبعد ذلك ينوي يقيم الصلاه ويصلي الظهر اذا كان بيصلي العصر، او يصلي المغرب اذا كان بيصلي العشاء. فهمنا؟ اسال الله عز وجل ان يفهمنا ويعلمنا واياكم. احبكم في الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.